السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على مفتاح الفرن بتاع الخبيز. بيحصل فيه مشاكل طبعا، احنا عملنا جميع العطلة والشعلة ضعيفة او عالية، ولو في اي مشكلة بتطفي او اي حاجة عملنا حل جميع الاعطال. لكن بيجيلي سؤال ان الاكرة تقيلة او بيسرب من المفتاح غاز، بيسرب او الاكرة بتكون تقيلة قوي في فتحة. ازاي نقدر نحلها مع بعض بطريقة سهلة؟ الاول نلاحظ زي ما احنا شايفين في هنا الجوان خارج بسيط، هنا مفيش. طيب نجرب ده، لو عندك مفتاح 14 او بنسة نتأكد طبعا ان احنا قافلين الغاز. فكينا الصامولة كمان بنفك المفتاح على الآخر. ده المفتاح من جوه. نتأكد ان مفيش اي حاجة متقلاه، يعني لو بمنديل او بالخلة بتاع الودان كده وننضفه، او بواب اي قماشه نقدر ننضفه علشان نشوف ايه المشكله فيه. نبص بقى على المفتاح نفسه، بنلاقي هنا جوانات. الجوانات دي بتتباع عادي جدا، والمفتاح دوت الجزء دوت بيتغير عادي، لكن احنا الافضل الجوانات. لو بنقفل الجوان ده هو اللي بيمنع اي تسريب. الجوان ده لو اتقطع او تالف، حسينا ان هو بايظ او اتغير من مكانه، لان هو ليه مكان محدد بيتحط فيه، ده قلسيه او جوان ليه مكان بيتحط فيه، لو اتغير من مكانه ده هو السبب التسريب. اتنين دولت هما دولت بيمنعوا اي تسريب. اما بقى بالنسبة للفتح والقفل فبيرجع للجوان التاني ده. طبعا ممكن يكون الجوان ده الغاز خلاه ناشف او اتقطع من الفتح والقفل، او اتهرى كده بقى ضعيف جدا. في الحالة دي بيتغير الجوان ده، موجود وبيتغير عادي، ممكن تشتري 3 4 بجنيه سهل جدا، وده هو بيكون سبب التقل لان ده بتاع القفل زي ما احنا شايفينه كده. لو تالف طبعا بنغيره. طيب لو مستعجل ومش لاقي ممكن التفلون، التفلون بتاع السباكة تلف شوية عليه على البكرة كده قبل ما تقفل، بحيث ان الصامولة دي، احنا قلنا الجوانين دول بتوع التسريب زي ما احنا شايفين اهو محكمين على الجزء التاني من المفتاح ده علشان مفيش اي تسريب غاز يحصل. لو متشالين من مكانهم او تلفين طبعا بيتغيروا، او الجزء بتاع المفتاح ده بيتغير، الجزء التاني اللي هو الجوان التاني ده بتاع القفل اهو، ده ممكن حتى لو كبير عن نفسه عن مكانه ممكن هو السبب في تقل القفل. ممكن نحط نقطة زيت صغيرة اهو، بس زيت طبعا او شحم حراري، مش زيت اكله او حاجه من دي، ونلينه شويه. طبعا نقفل الاول، بص تقيل معانا في الفتح بسبب الجوان في الاخر، وكمان في القفل ممكن يكون تقيل. بنلينه شويه، هنلاقي الزيت مع الحركه بقى زي الفل، ولو الجوان سليم هيبقى مفيهوش اي مشكله. شكرا.